بس انا حسيت ان محمد صلاح المباراه اللي فاتت دي لعب 120%. تتفق؟ احنا بص 120% علشان هو كابتن الفرقه. انت فاهم؟ فكان لازم يقرص على نفسه في حاجات كتير. انا شفته بيدافع المباراه اللي فاتت محمد صلاح، نادرا لما بيدافع، كان بيرجع لحد نص الملعب وكان بيعرف يحاول ياخد الكرات طبعا عمل يعني اسيست وجاب جول وبيلعب عليه اربع لعيبه وعمل كل حاجه تقريبا. عمل طبعا في ماتش المغرب عمل ماتش هايل جدا. ما انا بقول لك من افضل المباريات اللي هو لعبها محمد صلاح بصراحه يعني. بس انا مش عايز اقول انه دي من افضل المباريات يعني. طب وباقي المباريات اللي فاتت دي كلها؟ يعني عايز اقول ان محمد صلاح الطبيعي ان هو يكون من احسن بس عارف يقول لك ايه؟ اصل محمد صلاح ما يلعبش مع الجمله الشهيره، ما يلعبش مع المنتخب، ما بيلعبش مع المنتخب زي ما بيلعب مع ليفربول. لما تبص على اخر بطولات لمصر في كاس الامم الافريقيه من 2017 اول بطوله شارك فيها افريقيه محمد صلاح، هتلاقيه مشارك في 65% من اهداف منتخب مصر سواء بالتسجيل او من الصناعه، يعني اكتر من نص اهداف منتخب مصر. ده واحد. تصفيات كاس العالم الاخيره اللي هي وصلتنا لكاس العالم، مصر كانت جايبه 7 اهداف، محمد صلاح كان جايب منهم 5 وصانع 2. فيعني عارف انت فكره انه حد يقول ان محمد صلاح ما بيديش لمنتخب مصر؟ لا يا حبيبي، ده يبقى هو بس ايه، يمكن الفتره اللي فاتت اللي هي الماتشات الاخرانيه اللي هي حوالي 7-8 ماتشات اللي اتلعبوا ما بين الفتره اللي كان فيها كابتن حسام بدري وما بين كروش. فمحمد صلاح يعني ممكن يكون اجهاد السفر في حاجات كتير جدا، ممكن تخش في عوامل كتير جدا في ان هو بيبقى عنده مثلا ماتش مهم وهو عارف. لكن برضه هنيجي لنقطه مهمه جدا، طيب مين اللي يصنع الاهداف لمحمد صلاح؟ ايوه، هل محمد صلاح هو اللي يصنع نفس الاهداف؟ هو الناس بتتعامل مع محمد صلاح ان هو كابتن ماجد. لا، ان هو بياخد الكوره من عند ياخد الكوره من الجون ويروح ويرقص الناس وبتاع. لا طب ما ال11 ما لعبوش بقى، دي مش كوره طبعا. خلينا نبقى واقعيين، لان اللعيبه كلها أدت المكسب وكله أدى لنجاح محمد صلاح، ومحمد صلاح قدر يفوز. صح، حضرتك قلت نقطة مهمة جدا، لو كمان محمد صلاح تألق المباراة اللي فاتت فهو تألق عشان كل اللعيبة فعلا تألقت كمان وكلهم كانوا هايلين. ما أنا بقول لك اللعب الجماعي كان عظيم. ما هو ده اللي احنا بندور عليه، اللعب الجماعي. طيب احنا لسه سيبنا يعني وصلنا للروح ولعبنا بضغوط كويسة، قرينا الملعب كويس، قربنا من الخطوط، لكن فاضل لنا اللمسات السحرية في الأداء الفني. هو ده اللي فاضل لنا يعني. أنت فاهم؟ يعني عارف لو قدرنا نوصل للتركيبة دي هتبقى أنت فريق من الفرق العظيمة اللي موجودة في القارة الأفريقية أو على مستوى العالم. لو أنت اكتملت مع الروح والأداء اللي أنت عملته ده وحطيت حتة الفنيات بشكل أعلى، يعني الروح غطت على الأداء. لكن لو انا النهارده اشتغلت عندي سيستم بلعب بيه بقى صح وتحركات وفلان بينزل بيحط الفلان عشان الراجل ده يطلع مكانه ويروح داخل وده يروح داخل لجوه وهكذا، الشكل التكتيكي بتاع الملعب انت بتستمتع بيه، بتحس لما بتشوف فريق بيلعب، فريق من الفرق الثقيله والكبيره واللي هي بتبقى عندها ادراك فني عالي، بتتفرج على مسرحيه قدامك متعه، تقول الله بص الكره اتعملت ازاي، الكره اتحركت ازاي، راحت الناحيه الثانيه اخدها، راح عاملها اوفر، راح الثاني جاي شايطها بوش رجله. صح، الحاجات دي كلها ما بتجيش هباء كده اهو او يعني بتاع ده، بتيجي نتيجه تحركات فيها تنغم. التنغم ده بيخليك وانت طالع الحركه بتاعتك والخطوه اللي هتاخدها عشان ممكن لما تباص الكوره وتعمل اوفر لاب وتحطها للراجل الوينج ليفت، الوينج ليفت بيحطها اوفر كروس الداخل وانت داخل بالتايمنج بتاعك، يبقى ده ادراك حسي فني. محتاج ان انا لازم اكون عندي الايه؟ الاحساس بزميلي بان انا هيحط لي الكوره في اني وقت واني تايم. صحيح، فهو ده اللي فضلنا شويه. هو ده لو تلاحظ ان في بعض اهداف ضاعت كتير في الماتشين نتيجه ان الكره بتتلعب بالعرض بس مش مكمل الوقت. طب انا حاططها بوش رجلي مثلا بالعرض مثلا او عاملها كروس بتاع ده، فالتايمنج بتاع دخول اللعيب اللي جاي هو ده اللي ناقصنا. فاضل لنا التايمنج، الحته اللي عايزين نلعب عليها التايمنج بتاع الدخول. دخلنا منطقه الجزاء وبيدخل لازم يكون في خطوات معينه يقدر يحطها عشان لما تحضره بالعرض يروح داخل متزحلق وحاططها جول، او داخل بقوه حاططها جول. ففي اهداف بتيجي كده اهو، ويمكن
يعني في فرص ضاعت في الماتش اللي فات او اللي قبليه تقريبا اللي هي بتاعت ماتش كوت ديفوار اللي هي كانت اتلعبت بالعرض كده وكان السوليه محمد صلاح للسوليه بالظبط حطها يعني بطريقه مش موافق بالظبط يعني كان الجون فاضي والدنيا فاضيه يعني فهي المساله مساله انك انت عارف ايه انك انت وانت داخل لازم تبقى ايه مظبط امورك